بسم الله الرحمن الرحيم. نحن تيار صوت الشعب الحر الذي يتضمن قائمة ائتلافية متمثلة في 7 ولايات ورئيسها السيد محمد الدريدي ذات برنامج موحد ندافع عنه جميعا كالهوية العربية ودين الإسلام والديمقراطية والحوار والوسطية. وما نتحفه جميعا كائتلاف وكصوت واحد هو كل ما له علاقة بإخلال أمن الوطن كالإرهاب والتطرف والإقصاء والتهميش. أما برنامج دائرة القيروان التي يترأسها السيد عز الدين ظفالله فهو كالآتي: أولا تكريس الحرية والكرامة والعدالة، ثانيا العمل على إحداث مستشفى جامعي بولاية القيروان، ثالثا تحسين البنية التحتية بولاية القيروان وخاصة الشمالية والجنوبية، رابعا العمل على تحويل معتمدية حافوز مركز ولاية، خامسا العمل على إحداث مناطق صناعية بكل معتمدية لتوفير مناطق الشغل، سادسا مد جميع معتمديات ولاية القيروان وأريافها بالماء الصالح للشراب عن طريق الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه عوضا عن الجمعيات، سابعا امداد مدارس ابتدائية بأرياف المعتمديات لتخفيف المعاناة عن التلاميذ، ثامنا احداث جمعيات تنموية فلاحية في كل عمادة من معتمديات ولاية القيروان، تاسعا العمل على احداث مستشفى جهوي في كل من معتمدية سيد عمر، معتمدية العلاء، معتمدية حافوز، معتمدية حاجب العيون، معتمدية السبيخة ومعتمدية الوسلتية، عاشرا احداث مجالس قروية في كل من الباطن، المسعيد، الذهبات، لهوارب وسيد علي بن سالم وفندق لوسيف. وهذه قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية 26 أكتوبر 2014. عز الدين ظفالله رئيس القائمة، مرشد تطبيقي للتربية، إيناس مرابط الإجازة في الاقتصاد والتصرف، عبد الرزاق العياشي الأستاذية في مادة العلوم، وداد مقدولي ماستير في المالية، صلاح عدودي الإجازة في المالية، هاجر غرسلاوي الإجازة في الإعلامية، منير قلاوي تقني سامي، رحمة العامري تقني سامي، زهير المحمدي الأستاذية في مادة العلوم. وفي القائمة الاحتياطية أنس ملوش، أيمن الذفلاوي وذكرى ملوش. وفي الأخير أرجو أن تصوتوا لتيار الصوت الشعب الحر، رمزه خريطة البلاد التونسية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.